كان بدرنا كنا صوت على الولد صاب مصابة الولد وصل لمركز ريم في عرابة نعم وشفنا انه الاصابة خطرة في عنده نزيف في اذانه على هذا الاساس طلبنا طائرة نجمة داود الحمراء لكي تقله لرمبم لانه الاصابة صابة نعم الاصابه نتيجه ايش عرفتوا بالضبط شو اللي صار؟ كيف حكوا لنا امامه انه اثنين كانوا راكبين على دراجه هوائيه اها وكانوا نازلين بنزول بعديها قالب فيه الدراجة قلبت فيهم عشان هيك كانت إصابة خطرة للشاب براسه للولد براسه أكيد حكوا لنا 13 سنة والثاني كان في عنده جروح بسيطة يعني نعم الاشي مش دهي لا لا نعم. كيف قالوا لنا امامه انه وقعوا عن دراجه هوائيه نعم شكرا لك حسن نعم.